السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور أحمد العيدي. إن شاء الله النهاردة بنعمل مع بعض استفتاء علشان نعرف إيه الفيديو القادم اللي هينزل على القناة. أنت محتاج الفيديو القادم ينزل عن إيه؟ عن الأورجانيك كيمستري ولا الأو تو سي ولا دراج ديزاين ولا ميديسنال كيمستري؟ أنا عارف معظم الطلبة الأيام دي الامتحانات بتاعتهم قربت، فأنت لو مزنوق في جزء معين ومش عارف تفهمه عرفني في الكومنتس وأنا بإذن الله هنزله على القناة. ومحدش يجي يقول لي يا دكتور أنا كتبت لك في الكومنت فيديو معين وأنت ما نزلتوش، ما أنا بشوف أكتر فيديو معظم الطلبه محتاجاه، يعني انا بشوف الاغلبيه فبنزل الفيديو اللي الاغلبيه محتاجينه، مش بنزل كل الفيديوهات اكيد، يعني ان انا صعب جدا افضل قاعد على اليوتيوب وانزل فيديوهات، انا بنزل الفيديو المطلوب اللي انتوا عدد كبير منكم عايزينه. طيب في ناس برضو تبعت لي يا دكتور انت مش بترد عليها في الرسائل واحنا محتاجين ندخل في الكورس. انا قلت لكم من بدايه السنه خالص ان انا بقبل عدد معين بس من الاشتراكات علشان اقدر اتابع معاهم المنهج بتاعهم، انا مش من الدكاتره اللي بتدخل اي عدد وخلاص عشان الفلوس، لا انا الكورس بتاعي بدخل فيه عدد معين علشان اقدر اتابع معاهم واشوف وصلوا لغايه فين، فهموا اللي انا شرحته ولا لا، فما ينفعش ادخل كل العدد اللي بيكون عايز يشترك يعني. فدائما انا الاشتراكات عندي بتبدا من شهر 8 او الاتفاق معايا، يعني مثلا في واحد عايز يتفق معايا على كورس او في جامعه معينه اتفاق معايا في شهر 8 او في بدايه شهر 9، اول ما الترم الاولاني يبدا خلاص انا بكون بادئ مع جامعات معينه وبشتغل معاهم بقيه الايه بقيه السنه. فاتمنى ما حدش يزعل مني، وفي نفس الوقت انا برضو بحاول ان انا افيد الكل، ان انا بقول لكم هنا اهو لو محتاجين حاجه معينه وحاجه واقفه معاكم ومش فاهمينها انا باذن الله ربنا يوفقني واقدر انزلها لكم على القناه وتسمعوها بشرح مبسط يسهل لكم الدنيا اللي انتم ماشيين فيها. لا تنسوني من صالح دعائكم، أسعدكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.